خليني يعني أدخل مع حضراتكم شوية في محافظة الأقصر واللي حصل فيها على مدار الفترة الماضية العديد من المواضيع والأخبار اللي تستحق الحقيقة تسليط الضوء عليها. محافظة الأقصر في البداية شهدت اعتماد وحدة صحة أسرة الضمان الموجودة بها، وده بعد حصولها على درجة الاعتماد القومية طبقا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات والمعترف بها كمان على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية. نجاح الوحدة في الوصول إلى درجة الاعتماد بيضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة بما يطابق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، وبما يواكب على الجانب الآخر طبعا التطورات العالمية المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية، فيما تم كمان تقديم أكثر من 61 ألف خدمة رعاية أولية بوحدة طب أسرة الضمان لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر، بتشمل طبعا خدمات متنوعة ومختلفة.